طيب الإنصاف لما يأتي لبيتسو موسيماني من نيويورك تايمز يهتم بكده الكاتب الصحفي الموسوعي الكبير الأستاذ حامد عز الدين ويترجم هذا الحوار المهم الحقيقة في نيويورك تايمز لمجلة الأهلي اليوم. معنا على الهاتف الأستاذ حامد اللي سهرناه كتير. مساء الخير يا أستاذ حامد. مساء الفل يا أبا خليل، ومساء الفل على أيقونة عشق الأهلي المتحركة أطال الله في عمره صديقي الحبيب المهندس عبد القيعي. دايما انت كده تغطس تغطس وتروح تطلع تتحفنا بحاجه كده على مستوى عالمي زي مقاله نيويورك تايمز، ويعني لازم نشكرك انك انت اهتميت انك تترجمها، ونشكرك اكتر لما نفهم تعليقك عليها وخرجت منها بايه. الحقيقه يعني انا طبعا انا راجل بتابع الاعلام الدولي بشكل يومي. عندما اجد خبر طيب في جريده بحجم نيويورك تايمز، وانتم تعلمون ما هي نيويورك تايمز طبقا لكل مقاييس الصحافه الدوليه، مخصص صفحه كامله لحوار بعت واحد من اهم صحفيين رياضيين عشان يجريه مع بيتسو موسيماني، فكان لابد ان اهتم، خصوصا اني قبلها يعني قبل ما اقرا، هو الحوار نشر يوم 16 انا شفته 17 الصبح، كنت بفكر كيف ساتعامل مع عمليه لا اعلاميه تجري على احدى القنوات المصريه في برامجها الرياضية اللي بتتحول من برنامج لتحليل مباراة بعينها إلى هجوم ضاري على المدير الفني للأهلي اللي الحقيقة يستحق منا كل الشكر. هذا الرجل أنا شفته وهو نازل لفرق الناشئين من مواليد 2004 ليتفرج عليهم عشان يجهز نفسه، قالوا له في بطولة اسمها كأس الرابطة وهو ما عندوش لعيبة، اللعيبة المحترفين بتوعه 9 منهم موجودين في الكاميرون، ولعيبة مصابة بالأوميكرون، فجهز في وقت قياسي فريق متكامل قدم لنا ما يثلج الصدور بأداء رجولي من شباب يعني لا تقل سعادتي به عن ذلك الفريق الشاب الذي لعب ذات يوم عندما استدعي فجأة أمام المنافس الشقيق نادي الزمالك في بطولة كأس مصر، وكان الحكم الألماني الذي أدار المباراة ينظر إلى وجوه لاعبي شباب الأهلي وينظر إلى لاعبي الزمالك فيشعر بالارتباك. الفريق الذي شكله موسيماني من مجموعة من لاعبي مواليد 2004 لغاية 2002 وقدموا لنا عروض جيدة فيها كل سمات الأداء الأهلاوي. فأفاجأ بالكابتن العزيز محمد فضل بيفتتح ندوة الهجوم على الرجل، وأقول كيف يخرج زياد طارق في الدقيقة 65 من المباراة وكأنه بيتهم الراجل بأنه بيحب يكره كمان في الناشئين. ده الراجل كل الناس كانت بتشيد بيه وهو أراد أن يحتفي به أكتر بأنه يمنحه بعض الراحة في الدقيقة 65. أيوه. ويشوف غيره. عايز يشوف غيره، يعني عنده أسبابه. يعني لا يعني المسألة لا تحتمل النقد، ده ناشئ أصغر لعيب في الملعب أما بيريحه ما يستحقش الهجوم يعني. فالمشكلة إن ده قام واخدنا إلى حديث الحقيقة يعني كوميدي إلى حد كبير،
انه الراجل بيتقال ان هو كل اللي بيعمله انه بياخد بطولات. انا بقيت قاعد بيني وبين نفسي انا بتقف وانا قاعد لوحدي بس بتفرج على اللي بيتقال ده. وان يقول الكابتن محمد فضل فهو طبعا ابننا وكل حاجه، بس ايه منفعل شويه ومش واخد باله من اللي هو بيقوله الصراحه. لكن انا صديقي العزيز وعلى مدى سنوات طويله الدكتور طه، اولا هو من الذين استشيروا واشاروا بسعاده قبل ان ياتي بيتسو موسيماني مديرا فنيا للاهلي، واشاد ب يعني بصحه القرار والتوقيت الرائع اللي اتخذ فيه القرار، والرجل لم يكن اقل مطلقا من التوقعات. راجل اخذ يعني في 8 شهور بطولتي ابطال افريقيا، اخذ 2 كاس سوبر. الراجل كاريزما عاليه جدا، وكان بالنسبه للنادي الاهلي له فضل ان العالم بدا يتكلم كيف ان اكبر فريق في افريقيا وفي الشرق الاوسط يبادر بان يكون افريقي على راس جهازه الفني في هذا التوقيت. فانا بقيت عايز يعني هكتب المقال بتاعي للجلد الاهلي احكي فيه عن الكلام ده واقول مبررات موقفي ومبررات اندهاشي العجيب من ذلك الهجوم، رغم ان الشيخ طه في فتره من الفترات قال بس احنا اصلا في استوديو تحليل والمفروض بنتكلم على الماتش. والاهلي كان جيد جدا، الفريق الشاب ده بيلاعب فريق الجونه المحترم جدا بكامل نجومه وبيعمل تعادل باداء رائع. ما حدش اتكلم على الموضوع ده، طب اذا كان استوديو تحليل المفروض ان هو يكلمنا بفنيات كره القدم بيتفرغ تماما بقياده من يدير الاستوديو للهجوم على الرجل، اذا ده كانه دي حمله موجهه ضد راجل لم يخطئ في حق احد الحقيقه. ففوجئت بان اللي بيغنيني عن الرد انه هذا العنوان العظيم والمساحه الضخمه جدا التي افردتها صحيفه بحجم نيويورك تايمز للتساؤل والدفاع وهي نيويورك تايمز عن كيف ان هذا الموسيماني بعد انجازه الرائع جدا اللي غير مسبوق، واحد بياخد في 8 شهور بطولتين قاريتين لابطال الدوري الافريقي واثنين سوبر وما يطلعش ضمن حتى القائمه بتاعت السبع مرشحين لنيل افضل مدرب في كره القدم. طب انت معايا يا استاذ حامد في الجزئيه ديت ان هو حاسس بالمراره نتيجه وجود هذه العنصريه؟ طبعا هو اللي الناس مش فاهمها في شخصيه هذا الرجل هو انه واحد من هؤلاء الذين عانوا من في جنوب افريقيا طبعا من اصعب تمييز عنصري في التاريخ صحيح في التاريخ ضد اهل جنوب افريقيا السود اللي كان بيقود فيه النضال العظيم الرائع مانديلا نيلسون مانديلا اللي قضى 27 سنة في السجن ثم عاد لكي يحقق المصالحة الكبرى، وده له موضوع آخر ممكن نتحدث. لا ده هو بعد غاندي البيض وبين أهل أفريقيا جنوب أفريقيا. فالرجل كان من هؤلاء اللي كانوا في جنوب أفريقيا وقت التمييز العنصري. البيض لا يلعبون كرة قدم لأنها هي لعبة السود ولعبة بتوع مناطق الصفيح في جنوب أفريقيا، وكان موسيماني واحد من هؤلاء، ولهذا فالموضوع ده بالنسبة له يعني قضية أساسية.
قضية رفض التمييز العنصري، وعشان كده كان واضح وهو بيقول يبدو انه كان مهم جدا وانت بتعمل انجازات ان يكون لونك ابيض. راجل وهو يتحدث عن النادي الاهلي في الحوار مع نيويورك تايمز العريقة جدا بيقول انه كانت لحظة عظيمة جدا ان ينتدبني نادي بحجم النادي الاهلي الاهم والاكبر في الشرق الاوسط، وبدأ يتكلم كيف ان هذا النادي يملك جمهورا ليس كمثله جمهور في الدنيا، وازاي الناس استقبلوه بالالاف لحظة وصوله ومطار القاهرة، ازاي بيجد جماهير الاهلي دي في كل مكان، حتى انه قال انا كنت اظن انه الجنوب افريقيين في جنوب افريقيا هم اكثر ناس بتشجع، فلقيت لا في جمهور مختلف اسمه جمهور النادي الاهلي، وشايف انه دي كانت بالنسبه له يعني نقله كبيره جدا لم يكن يحلم بها، لانه كان في داخله انه النادي الاهلي كان بيجيب من اوروبا ومن امريكا اللاتينيه مدربيه، فمعنى ان يختاره هو لتولي هذه المهمه فذلك امر يسعده لقيمه النادي الاهلي ولقيمه القرار، انه الاهلي لم يفكر كثيرا وهو ينتدب جنوب افريقي ومش اوروبي ومش امريكي لاتيني لكي يكون على راس جهازه الفني. تعيش وتمتعنا يا ايقونه الاعلام الدولي. ودايما احنا بنشكر يعني نيويورك تايمز الحقيقه اللي سمعتنا صوتك. لا ودايما هو نفذتنا الى الاعلام العالمي. صحيح. يعني ربنا يخليكم يا رب، وانتوا بتقدموا واحد من اهم البرامج الرياضيه التي تعلم الناس كيف يكون الكلام في الامور الرياضيه وغير الرياضيه، وهذه هي سمات الاعلام الاهلاوي دوما. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الموسوعي الاستاذ حامد عز الدين، اعتقد متعنا بهذه الترجمه المهمه جدا لهذا الحوار المهم اللي اجرته نيويورك تايمز الامريكيه مع بيتسو موسيماني متحدثا عن الاهلي وانجازه بالفوز بدوري ابطال افريقيا مرتين في 8 شهور دون ان يلقى هذا الانجاز التقدير الكافي من الاتحاد الدولي، على الاقل في اختياره ضمن المدربين المتميزين هذا العام. اثنين سوبر، هم اربع بطولات افريقيه.